سحب الرئيس التونسي قيس سعيد الاستمارة الخاصة بجمع التزكيات الشعبية للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. وبحسب القانون الانتخابي يطلب من المرشح للرئاسة جمع 10,000 تزكية من الناخبين موزعة على 10 دوائر انتخابية تشريعية على الأقل عن 500 تزكية في الدائرة الانتخابية التشريعية الواحدة، أو الحصول على تزكية 10 نواب من البرلمان أو من المجلس الوطني للجهات والأقل أو 40 من رؤساء الجماعات المحلية.